بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع تصحيح الامتحان الجهوي الدار البيضاء سطات 2022، وصلنا للتمرين الرابع. التمرين هو لأغلبية التلاميذ لقوا فيه مشكل أنهم ما عمرهم خدموا بحال هذا التمارين، ولكن حنا ديجا خدمنا بحال هذا التمرين، خدمناه في القناة اللي كان فيه المعلم وكان فيه معادلة مستقيم وكانت فيه حتى الإزاحة والمتجهات. ها هو التمرين، هو هذا كنا خدمناه من قبل، وكنا خدمناه كذلك في امتحان سابق كانت فيه المعادلة مستقيم الإحداثيات نقطة، وكانت فيه الإزاحة والمتجهات، وكان كذلك تمرين آخر كنا خدمناه ما عقلتش فين هو. مهم في نفس الأسئلة تقريبا. الناس اللي كانوا تبعوا معايا هذاك التمرين راجعهم سهل. نتمنى انكم كذلك تكونوا ختمتوا مزيان في هذا الامتحان. هذا الامتحان غنديروا التصحيح ديالو باش تستافدوا من الاخطاء ديالكم، باش تشوفوا الاخطاء اللي درتو، وكذلك الناس اللي مقبلين للثالثه اعدادي السنه القادمه ان شاء الله حتى هما يستافدوا من هذا الفيديو، حيت غادي يبقى مسجل في القناه. اذا اول حاجه عندنا في المستوى المنسوب الى معلم متعامد منظم او اي جي، نعتبر النقاط او بي او سي، مثل نقاط او بي او سي. اذا التمثيل المبياني كيكون في معلم متعامد منظم. هنا عندنا لاكس دي زيكس، هنا عندنا ايكغيك، محور الافاصيل محور الاراتي. اذا هنا عندنا الاحداثيات ديالها واحد ثلاثة، اذا واحد على محور الافاصيل ها هو، وثلاثة على محور الاراتي. اذا كنجي هنا كندير العمودي من هنا، كنعبر ثلاثة حيت انا ديجا خديت التدريجات هي ثلاثة سنتيمتر. اذا هذه هي ا واحد ثلاثة. ثم عندنا بي جوج صفر، اذا جوج صفر راك انت من محور الافاصيل، جوج وصفر على محور الاراتيب، يعني هذه هي النقطة بي للاحداثيات ديالها جوج صفر. ثم عندنا سي ثلاثة واحد، اذا ثلاثة على محور الافاصيل وواحد على محور الاراتيب. نجي هنا ناخذ واحد سنتيمتر، اذا هذه هي النقطة سي واحد ثلاثة، ثلاثة واحد عفوا، واحد ثلاثة هي النقطة أ، وثلاثة واحد هي النقطة سي، ثلاثة على محور الأفاصيل وواحد على محور أراتيب. لا بأس نديرو خطوط متقطعة هكا ولا بلاش، المهم تبان، يبانو الإحداثيات واضحين في الشكل. النقطة جدي راك تامل لمحور الأفاصيل. إذا هذا هو السؤال الأول على 0.75 نقطة، خص كلشي يجيبها صحيحة. السؤال جوج، حدد احداثيات المتجهة ا ب. غادي ننتجو السؤال الثاني. احداثيات ديال المتجهة، راه ما كاينش شي امتحان وما خدمناش فيه احداثيات المتجهة، كنا كندير ا ب. الافصول ديال المتجهة ا ب هو الافصول ديال بي ناقص الافصول ديال ا، اكس بي ناقص اكس ا، الارتب هو ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. دائما كنسبقو الرأس ديال المتجهة، الرأس ديال المتجهة عاد كنقصو منو الأصل ديال المتجهة. دونك أ بي إكس بي راه عندنا هي جوج، ناقص إكس أ هي واحد، والأرتوب إيكغيك بي هي صفر، ناقص إيكغيك أ هي ثلاثة. إذا أ بي الإحداثيات ديالها جوج ناقص واحد هي واحد، والصفر ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة. سهلة، نص نقطة كادو. إذا هذا السؤال ألف. سؤال باء، أحسب المسافة أب. إذا فاش كيكون عندي متجهة، فاش كتكون عندي الإحداثيات ديال المتجهة وكنبغي نحسب المسافة أب، شنو كندير؟ كندير جذر مربع الأفصول ديال المتجهة أب اللي هو واحد أس اثنان، ولا ندير إكس أب أس اثنان زائد إيكغيك أب أس اثنان. هادي راه كاين اللي كيخدم بها كاين اللي مكيخدمش بها. بغيتي دير القاعدة اللي حنا عارفين ديال جذر مربع اكس بي ناقص اكس ا اس اثنان زائد ايكغيك بي ناقص، حيت هاديك اكس بي ناقص اكس ا راه هي هادي، هي الافصول ديال المتجهة ا بي. اذا غنكملو ا بي تساوي، المهم خرج ليكم نفس النتيجة، اكس ا بي راه هي واحد، واحد اس اثنان، هاد اكس ا بي راه كتعني الافصول ديال المتجهة ا بي، زائد ايكغيك ا بي راه هو الارتوب ديال المتجهة ا بي، هي ناقص ثلاثة اس اثنان. اذا تساوي جذر مربع هنا واحد ناقص اس اثنان راهي دائما هي زائد، وثلاثة اس اثنان هي
تسعود، إذن هي جذر مربع 10. أبي مسافة، عفوا المسافة أبي هي جذر مربع 10. كذلك نص نقطة، إذن هالنقط غادي كيتجمعو غير بوحدهم، داكشي ساهل بسيط. السؤال 3، بين أن معادلة مختصرة المستقيم أبي هي إيكغي تساوي ناقص 3 إكس زائد 6. إذن السؤال 3، أول حاجة المعادلة ديال كندير غير نضع المستقيم أبي، أو معادلة المستقيم أبي تكتب على الشكل إيكغي تساوي أ إكس زائد بي، ولا إم إكس زائد بي اللي بغيتي. المهم أ هو الميل و بي هو الأرتوب عند الأصل. إذن لنحدد أ، إذن أ باش نحددها عندي الإحداثيات ديال أ، عندي الإحداثيات ديال بي. شنو غندير؟ غندير إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ، ونعوض إيكغيك بي عندي هي صفر ناقص إيكغيك أ هي 3 على إكس بي هي 2 ناقص إكس أ هي 1، ونحسب هنا عندي الفوق ناقص 3، صفر ناقص 3 هي ناقص 3، 2 ناقص 1 هي 1، إذن تساوي ناقص 3. إذن الميل ها هو لقيته ناقص 3، فعلا خصني نلقاه ناقص 3. إذن مستقيم أ بي المعادلة ديالو غتصبح هي ناقص 3 إكس زائد بي. وندير دابا لنحدد بي. باش نحدد بي عندي أ ولا بي كتنتمي، بي عندي 2 صفر سهلة، عندنا بي تنتمي للمستقيم أ بي لدينا، إذن فهي كتحقق هاد المعادلة، يعني إيكغيك بي كيساوي ناقص 3 إكس بي زائد بي. إذن إيكغيك بي عندنا هي صفر تساوي ناقص 3 إكس بي عندنا هي 2 زائد بي. إذا ناقص 3 في 2 هي ناقص 6، غنحولها غتولي 6 تساوي بي، إذا بي كتساوي 6، ها هي بي عندنا زائد 6، سهلة. ومنه المعادلة ديال المستقيم أ بي هي إيكغيك تساوي ناقص 3 إكس زائد بي اللي هي 6، هذه المعادلة ديال المستقيم أ بي. صعيبة هذه؟ سهلة، شحال عليها؟ 0.75 نقطة، يعني جمعناها جوج نقطة، نص ونص نقطة، هنا 75 وخمسة وسبعين نقطة ونص، هي جوج نقاط ونص. دوزو دابا للسؤال الموالي، حدد معادلة مختصرة المستقيم دلتا المار من السي والموازي للمستقيم أبي. إذا هنا كذلك بسيطة جدا، نضع مغرب هذه دلتا، عندنا إيكغيك تساوي أ إكس زائد بي لنحدد أ. باش نحدد الميل عندي هنا التوازي، أنا المستقيم دلتا موازي لأ بي، لدينا دلتا يوازي أ بي، إذا كان مستقيمين متوازيين لهما نفس الميل، إذن أ تساوي الميل ديال المستقيم أ بي اللي هو ناقص 3، واضح؟ إذن المعادلة ديال الدلتا غادي تولي هي إيكغيك تساوي ناقص 3 إكس زائد بي، ناقص 3 هي أ، واضح؟ ولدينا قلنا كيمر من السي باش نحدو، الأرتوب عند الأصل، عندنا السي 3 1 الإحداثيات ديالها كتنتمي للدلتا، إذن فهي كتحقق هاد المعادلة، إيكغيك سي تساوي ناقص 3 إكس سي زائد بي. إيكغيك سي عندنا هي 1 تساوي ناقص 3 في إكس سي هي 3 زائد بي، إذا ناقص 3 في 3 هي ناقص 9، غنحولها للجهة الأخرى غتولي زائد 9، و 9 زائد 1 هي 10 تساوي بي، حنا لقينا بي كتساوي 10، إذا دلتا المعادلة ديالو هي إيكغيك كتساوي ناقص 3 إكس زائد بي اللي هي 10، هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا. صعيبة هذه؟ سهلة، 0.75. السؤال 5 اللي فيه الإزاحة هو اللي لقاو فيه المشكل بزاف،
لتكون تي الإزاحة التي تحول أ إلى سي. هنرجع للشكل، ها هو الشكل، تحول أ إلى سي، يعني المتجهة أ سي. هذه المتجهة، هذه هي متجهات الإزاحة. نشوف دونك السؤال ألف، أنشئ النقطة أ صورة ب بالإزاحة تي. إذا أ صورة ب بالإزاحة تي، والإزاحة تي قلنا هي الإزاحة التي تحول أ إلى سي، يعني ذات المتجهة أ سي. إذا هذا شنو كيعني؟ يعني أن المتجهة أ سي متجهة الإزاحة كتساوي المتجهة ب أ. دائما كنا كنسبقو ب عاد أ تساوي المتجهة ب أ، وهذا كيعني أن الرباعي، أي أن الرباعي أ سي أ بي، أ سي أ بي متوازي الأضلاع. غادي نمشي نصاوب متوازي الأضلاع أ سي أ بي، أ سي أ بي. دونك أ خصها تجينا أ سي أ بي، خص يكون ترتيب في النقاط. دونك غادي نجي غادي نستعمل البركار، غنحط البركار على أ سي، ونجي عند بي ناخذ القوس الأول، ثم غنجي خدينا هاد خدينا هاد القوس. دابا غادي ناخدو هادا، غادي نجي عند سي ناخد قوس آخر. دونك هادي هي النقطة، هادي هي النقطة أه. بحيث هاد الرباعي هادا متوازي الأضلاع. علاش متوازي الأضلاع؟ دائما رسمو متوازية الأضلاع. علاش؟ حيت قلنا أ سي كتساوي بي كتساوي بي أو، إذا هذا متوازي الأضلاع أ سي أو بي، ولا أ بي أو سي بحال بحال. إذا حنا نشأنا النقطة أو. دابا السؤال باء، ندير السؤال ألف، السؤال خمسة، ونضر الشكل باء. حدد إحداثيتي النقطة أو. دابا مطلوب منا نحددو الإحداثيات ديال النقطة أو. كيفاش غنحدد الإحداثيات ديال النقطة أو؟ إذا حنا عندنا أ سي أو بي متوازي الأضلاع، إذا حنا عندنا ديجا الإحداثيات ديال أ بي. إذا المتجهة أ بي كتساوي المتجهة سي أو، إذا عندنا الإحداثيات ديال المتجهة أ بي، أن الإحداثيات ديال النقطة سي بقات لنا النقطة أو. واضح؟ إذا شنو غندير؟ لدينا أ بي تساوي، قلنا أ بي تساوي سي أو. علاش؟ راه حيت هذا الرباعي متوازي الأضلاع. إذا الإحداثية ديال المتجه، الأفصول ديال المتجه أ بي راه هو نفسه الأفصول ديال المتجه سي أو، والأرتوب ديال أ بي نفسه الأرتوب ديال سي أو. إذا ولدينا حنا عندنا ديجا أ بي الإحداثية ديالها حسب السؤال الأول. فين وترت السؤال الأول؟ السؤال الأول تفضل على الورقة. السؤال ليش يقلب على السؤال؟ فوالا، هي عندنا أبي إحداثيات ديالها واحد ناقص ثلاثة، واحد ناقص ثلاثة. إذا ولدينا الإحداثية الديابة ديال سي سي أو، أن إكس أو ناقص إكس سي ما عندناش، هادي خصنا نحدوها. و إكريك إكريك أو ناقص إكريك سي، إذا سي أو الإحداثية ديالها إكس أو، يعني الأفصول ديال النقطة هو المجهول اللي كنقلبو عليه حنايا، ناقص إكس سي هي تلاتة، إكريك أو كنقلبو عليها ناقص إكريك سي هي واحد. إذا بما أن هاد المتجهتين متساويتين أ بي مع سي أو، إذا هاد الأفصول كيساوي الأفصول، والأرتوب كيساوي الأرتوب. إذا إكس أو ناقص ثلاثة كتساوي الأفصول ديال أ بي اللي هو واحد، والأرتوب اللي هو إكريك أو ناقص واحد كيساوي الأرتوب اللي هو ناقص ثلاثة.
واضح ديال ابي. اذا اكس او تساوي ناقص 3 غنحولها غتولي زائد 3، 1 زائد 3 هي 4، و ايغريك او ناقص 1 غنحولها غتولي زائد 1، ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. ومنه الاحداثيات ديال النقطه او هي اكس هي 4 وفصول الارشف هو ناقص 2. ندوزو الآن السؤال جيم. بين أن المستقيم دلتا هو صورة المستقيم أبي بالإزاحة تي. إذا جيم أرجعوا للشكل. إذا صورة المستقيم أبي بالإزاحة تي، إذا صورة أ بالإزاحة تي هي سي وصورة بي هي أ. دونك حنا اللي مكتهمناش أ حيت طالبين من نفس السؤال الآخر نحدو نبينو أن أ تنتمي للمستقيم دلتا. إذا حنا قلنا صورة أ هي سي، واضح؟ وكنعرفوا أن صورة مستقيم بالإزاحة هو مستقيم يوازي. إذا خصني غير نقطة واحدة، عندي صورة أ هي سي، إذا المستقيم للصورة ديال أ بي غيكون كيمر من سي ويوازي أ بي. وهاد الميزات بجوج كاينين في المستقيم دلتا، حيت مستقيم يمر من سي وموازي لأ بي. إذا كيفاش غادي نعبر عليها؟ لدينا اللي نحدد صورة المستقيم AB بالإزاحة T. إذا لدينا C صورة A بالإزاحة T. إذا C صورة A حيث الإزاحة التي تحول A إلى C. إذا صورة المستقيم، ونعلم أن صورة مستقيم بالإزاحة هي هو مستقيم يوازيه، واضح؟ يوازيه، واضح. وبما أن هذا المستقيم دلتا يوازي أبي ويمر من سي، إذا كيوازي قلنا أبي، يوازي أبي ويمر من سي، إذا فإن دلتا هو صورة أبي، حيت هو اللي فيه هاد الميزة هادي، هو صورة أبي بالإزاحة تي. السؤال دال، بين أن النقطة أو تنتمي إلى المستقيم دلتا. إذن باش نبينو أن المستقيم دلتا عندنا بزاف الطرق. الطريقة اللي غادي نستعملو، عندنا الإحداثيات ديال أو كنا لقينا في أحد الأسئلة هو 4 ناقص 2، وعندنا المعادلة ديال دلتا إيكغيك تساوي كنا لقيناها دلتا يا دلتا دلتا يا دلتا، ها هو إيكغيك تساوي ناقص 3 إكس زائد 10. إذا باش غنبينو أن أو كتنتمي لدلتا نستعملو هاد التقنية هادي. إذا لدينا هنا غندير ناقص 3 إكس أو، إكس غنعوضها بإكس أو ونشوف واش غنلقى إيكغيك أو ولا لا، خصني ضروري نلقاها. إذا تساوي ناقص 3 إكس أو هي 4 زائد 10، دونك ناقص 3 في 4 هي ناقص 12 زائد 10. إذا ناقص 12 زائد 10 فعلا هي ناقص 2، وناقص 2 هي إيكغيك، هي إيكغيك أ. وبالتالي أ تنتمي للمستقيم دلتا، حيت حققت المعادلة ديالو. السؤال السادس، وي شوية التمرين ولكن زوين مهم. لتكن اف من المستوى بحيث بي اف تساوي بي سي زائد بي ا، بين ان سي منتصف القطعة او اف. اذا هاد بي سي زائد بي ا، بي سي، بي سي زائد بي ا، هاي بي سي هي هادي،
إذا بي سي زائد بي ا عندهم نفس الرأس، متجهتان لهما نفس الرأس، بي سي زائد بي ا راه غادي تساوي لنا بي بي او بي سي بي اف. دونك بي اف اف غادي تكون في هذا الاتجاه هذا، غنستعمل البركار. هنا مطلوبش منا الإنشاء ولكن غنشأو باش يبان لنا الشكل. دونك ناخد هاد المسافة، ندير القوس الأول، ناخد هادي ندير القوس الثاني. إذا هذه هي النقطة، هذه هي النقطة F. إذا غادي نرسم هاد متوازي الأضلاع، حيت هذا راه متوازي الأضلاع، باش راه كنا قريناه في المتجهات. بي سي زائد بي أ مجموع متجهتين لهما نفس الرأس، هانت بي إف بي سي بي أ. دونك بي سي زائد بي أ كتساوي بي إف، هاد المتجهة هادي بي إف. إذا هذا كيعني أن اللي بغينا نقراوها هنا غير من المتساوية بلا ما نرسمو الشكل، كندير بي كنقز هادي بي سي إف أ، بي سي إف أ متوازي الأضلاع، ها هو بي سي إف أ، بي سي إف أ كنجيب هنا. إذا هنا شنو غندير؟ لدينا بي إف تساوي بي سي زائد بي سي زائد بي أ. إذا هذا كيعني أن بي سي بي سي إف أ متوازي الأضلاع، واضح؟ ولكن هنايا بغينا حنا نبينو هاد السي منتصف أو إف، هادشي اللي بغينا نبينو. خصني نبين أن أ بي كتساوي إف سي، ونبين أن أ بي كتساوي سي أو، وبالتالي أن إف سي كتساوي سي أو، وحنا بينا أن السي منتصف إف أو. دونك هنا عندنا هذا متوازي الأضلاع، إذا أ بي كتساوي إف سي، إذا أ بي كتساوي إف سي، إذا هذه العلاقة الأولى. ولدينا وعندنا ديجا أ بي كتساوي سي أو، حيت عندنا أ بي أو سي متوازي الأضلاع. ولدينا أ بي كتساوي سي كتساوي سي او، إذا ندير علاش؟ لأن أ بي أو سي متوازي الأضلاع، حيت ديجا عندنا المتجه أ بي كتساوي المتجه سي او، راه استعملناه في السؤال الأول. هاي عندنا عاوتاني أ بي كتساوي سي او، إذا أ بي كتساوي إف سي و أ بي كتساوي سي او، إذا إف سي كتساوي سي او مباشرة، إف سي كتساوي سي او. ولا كانت إف سي هاد المتجه هادي إف سي كتساوي هاد المتجه سي أو، إذا هاد السي منتصف إف أو، واضح؟ ومنه هادي قاعدة ديال منتصف قطع، إذا السي هاد السي هي سرينا بها هنا، بدينا بها هنا، إذا هي منتصف القطعة إف أو، واضح؟ إذا هاكا كملنا التمرين. ماشي ساهل، ما نقولش ليكم ساهل، ولكن راه خدمنا بحاله، خدمنا بحاله بزاف، وتعلمنا كيفاش نخدمو. قلنا التمرين الخامس، التمرين الخامس راه خلاص، راه ما عندي ما نقول عليه، حيت خدمنا بحاله ومبدلين غير المعطيات. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.